بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيدة فاطمة سعيدان، عضو المكتب التنفيذي السياسي لحركة مجتمع السلم، عن الممثل لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 السيد حسني عبد العالي شريف. السيد حسني عبد العالي شريف يقدم للجمهور الجزائري في هذه الانتخابات الرئاسية برنامج فرصة. هذا البرنامج الذي يحوي على 5 محاور أساسية. المحور الأول هو محور خدمة المواطنين. المحور الثاني يشمل أو يتناول التنمية الاقتصادية، اقتصاد متنوع يحقق الرفاه للمواطن الجزائري. المحور الثالث التنمية الاجتماعية من أجل أسرة مستقرة ومجتمع متماسك. المحور الرابع التنمية الثقافية من أجل ترسيخ الانتماء وتطوير المعارف والعلوم وتحفيز الإبداع والابتكار. فلهذا اليوم سأتكلم معكم حول المحور الاجتماعي ومحور الأسرة. يضع الأستاذ عبد الحاني حسني شريف مرشح رئاسيات 7 سبتمبر 2024 أولوية التماسك الأسري من أجل الجزائر الصاعدة. هذه الأولوية جاءت ضمن برنامج فرصة من أجل أسرة متماسكة مستقرة. وحتى تكون الأسرة متماسكة مستقرة، ضرورة تحصينها وحمايتها بمنظومة متكاملة. هذه المنظومة تشمل منظومة صحية واقتصادية وتعليمية وثقافية ورياضية، تشمل كل المناحي. فلهذا وضعنا ضمن برنامج فرصة مجموعة من القواعد ومجموعة من البرامج التي من خلالها نطمح إلى إيجاد أسرة مستقرة وآمنة. هذه الأسرة نحميها عن طريق منظومة اقتصادية، حماية الأسرة من الفقر، حماية المرأة من الفقر، حماية المسن، وحماية ذوي الاحتياج أو ذوي الهمم. كيف نحمي الأسرة من الفقر؟ تحمى الأسرة من الفقر عند توفير برنامج شغل للمرأة، سواء كانت هذه المرأة ماكسة في البيت أو غير ماكسة في البيت، من أجل توفير شغل يتاح لها قيام بدورها كأم، يتاح لها قيام دورها بحماية أبنائها، توفير وسائل تحمي الأسرة من خلال حماية الأطفال، وتوفير بيئة سليمة لحماية الأطفال من خلال توفير دور الحضانة وتوفير دور للثقافة والمكاتب، المكتبات الجوارية والمساحات المساحات الخضراء للعب الأطفال، وتوفير كذلك أماكن للرياضة من أجل صحة بدنية جيدة للأطفال، كذلك الاهتمام بالرعاية الصحية، الرعاية الصحية من خلال منظومة صحية متكاملة متوازنة تحقق الحياة الكريمة للمواطن الجزائري وللأسرة الجزائرية. حماية الأسرة نطمح إليها كذلك من خلال حماية المرأة المطلقة وحماية المرأة الأرملة. هذه الحماية تكمن في المرافقة، مرافقة من الناحية المادية، ومرافقة من الناحية الصحية، ومرافقة من الناحية النفسية، ومرافقة من ناحية الشغل، وتوفير توفير شغل مناسب أو توفير منحة مناسبة من خلالها تستطيع المرأة أن تضمن حياة كريمة لها ولأسرتها التي تعيلها. برنامج فرصة يطمح كذلك إلى صحة ومعالجة أزمات العلاج والتحاليل الذي يعاني منها المواطن الجزائري، إجراء تقييم وطني لمنظومة الخدمات الصحية، مراجعة الخريطة الصحية الوطنية على ضوء معايير الحكامة، مراجعة المنظومة الأجور والخدمات الصحية في القطاعين الخاص والعام، تكريس التعاون والتقارب بين القطاعين العمومي والخاص، تعزيز الوظيفة البحثية للمستشفيات الجامعية والمتخصصة، مراجعة أدوات اليقظة الصحية لتحقيق نجاعة وقائية أكبر، وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالطب الاستعجالي. كذلك برنامج فرصة
يدعو كذلك إلى مراجعة الإصلاح الهيكلي للتربية والتعليم، والتحيين الدوري للبرامج التربوية لتخفيف الجودة، لتحقيق الجودة عفوا، وتطوير الكتب المدرسية بما يحقق طموح حقيبة إلكترونية تعوض المحفظة المحمولة، تفعيل المجلس الوطني للمناهج وبعث المجلس الأعلى للتربية، وتشجيع وضبط دور القطاع الخاص لرؤية تكاملية مع القطاع العام، ومراجعة المنظومة القانونية المسيطرة للقطاع التربية الوطنية، ووضع الوقاية من أجل لوسط أفضل للطفل وللبيئة التعليمية. برنامج فرصة يحقق الأمن والأمان للأسرة الجزائرية، لهذا ندعوكم إلى التصويت على برنامج فرصة وعلى مرشحنا الأستاذ حسني عبد العالي الشريف يوم 7 سبتمبر 2024. كونوا في الموعد وشاركوا معنا وساندونا بالتصويت على برنامج فرصة، وكونوا معنا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.